بلياقتها المبهرة تمكنت طفلة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي لأسرع تزلج تحت السيارات واجتازت 20 سيارة في 13 ثانية و74 جزءا من الثانية. شو هالسرعة؟ خلونا نشوف البنت كيف. شو هاللياقة هاي؟ عمرها 7 سنوات فيها. واو، طيب مستحيل أي حدا فينا، بعرفش حدا فيكم ممكن يعمل هيك شيء. مستحيل. لازم تشارك بالأولمبياد في باريس هاي البنت. لازم تكون بطل. قديش المسافة فعلاً قصيرة بين الأرض؟ ناديا كومنتشي. لا ما فيش تعليق. ترفع راسها يمكن شعرة واحدة بس. فعلاً. تنأذى. أكيد طبعاً.